بصلي بس بفكر في الموت، وقبل رمضان كنت بفكر في الموت، وبعد رمضان قلت لما يجي رمضان يعني هيبعد الشيطان والوسوسه دي، بس بفكر في الموت على طول. نعم. وتلاقيني طلعت بره البيت مش بتمشى كده وبفكر في الموت. نعم. اعمل ايه وابعد الوسواس ده ازاي؟ حاله وسوسه شديده، وممكن الامر يكون نفسي، لابد ان تذهب الى طبيب نفسي. وجاءتني امراه والحقيقه بسبب هذا افسدت حياه زوجها. كانت تقول لي انا برجع من الشغل امسك اولادي احضن فيهم، ما بتقومش تعمل اكل ولا شرب ولا اي حاجه، ولا بتهتم حتى بزينتها في البيت، ماسكه اولادها وحضناهم وتقعد تبكي وتقول خلاص انا هموت. مش معقول يعني، هذا امر نفسي والشيطان بيتلاعب الانسان الى هذه الدرجه. الموت كلنا هنموت يا حاج، كلنا على هذا الباب، لا يسلم منه احد. والحبيب صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى من سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان احد يدوم على هذه الحياه لدام الحبيب ولا اقامه الله سبحانه وتعالى خالدا في هذا الكون، ولكن لا، هذا الكون لا يبقى عليه احد. فلذلك عليك بان تتقي الله، يعني تكسري من ذكر الله، بلاش الوسوسه ديت، عشان انت كده بتفسدي حياتك او حياه جوزك وحياه ابنائك، ومش هتعرفي تنتفعي ابدا لا بعباده ولا بمتع الحياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحياه او ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها. وصف الدنيا بانها حلوه، تمتعي بما فيها وادي ما عليك لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني ما تقلقيش من اي حاجه، ان شاء الله عمرك طويل وما تقلقيش، وكلنا هنموت في الاخر.